مشاهدين سي بي سي، اهلا وسهلا بحضراتكم. يعني اليوم الاخير بتستمر الابداعات والحفلات الغنائيه في الدوره ال 32 لمهرجان الموسيقى العربيه على مدار 14 يوم. شفنا عدد كبير جدا من الحفلات سواء على مسرح النافوره او المسرح الكبير او مسارح دار الاوبرا المصريه على مستوى الجمهوريه. معايا مدير المهرجان الاستاذ خالد داغر هنا في دار الاوبرا المصريه عشان نعرف تفاصيل الختام وتفاصيل اللي تم خلال 14 يوم، وهنشوف الدوره ال 33 هتبقى عامله ازاي ان شاء الله. استاذ خالد برحب بحضرتك معانا على سي بي سي، ومبسوط وبهنيك بالاداء الكبير والنجاح الكبير للدوره ال 32. اهلا وسهلا بحضرتك، واهلا وسهلا بقناه سي بي سي العزيزه الى قلوبنا. يعني والحقيقه التغطيه المتميزه جدا، يعني نجحنا، انتوا جزء منه اكيد. الدورة دي الحمد لله رغم الصعاب اللي احنا قابلناها نظرا للاعتذارات الناتجة عن الظروف الحالية في المنطقة، لكن الحمد لله مرينا بدورة عظيمة. أعلى عدد من الجمهور حضر الدورة في التاريخ ال 32، والحمد لله الإيرادات برضو أعلى إيرادات في 32 دورة، وده بمجهود يعني مهندسين واداريين وكل الستاف بتاع دار الاوبرا المصريه. يعني الحقيقه ما حدش بخل بجهد ابدا، وطبعا سياده الوزير احمد هنو يعني الحقيقه كل لحظه معانا وكل الدعم بيدولنا طول الوقت وما بيبخلش علينا خالص، يعني الحمد لله. والنتيجة الحمد لله احنا راضيين عنها ومبسوطين، ان الناس كلها مبسوطة. الختام بقى، الختام احنا مسك الختام بنختم بعناصر من افضل العناصر في الوطن العربي. يعني عندنا سوليست بيانو علي خفاجي وهو من السعودية، الحقيقة من اميز العازفين والمؤلفين اللي موجودين دلوقتي على الساحة. مصطفى داغر عازف الكمان بيلعب مؤلفة لعبده داغر جده. الحقيقة ده أنا فخور بده، لأن يعني هو امتداد لعبده داغر، ونبقى فخورين إن احنا فنانين يعني بيولدوا ويعيشوا. وكمان إسلام الأصابجي أفضل عازف عود حاليا موجود في المنطقة يعني، والحقيقة مجتهد جدا. و يعني ان انا اجمع المجموعه دي، وطبعا بقى الـ يعني اهم واجمل عازف تشيلو يحيى المهدي، وانا طبعا يحيى بتربطني بيه علاقه اهم بقى من حاجات كتيره، رغم ان هو يعني هو دلوقتي يعني مش عايز اقول لحضرتك نجم النجوم في التشيلو في الوطن العربي، واهم عازف تشيلو حاليا تلميذي، وانا فخور بيه جدا، وفخور ان انا اقدم المجموعه الجميله دي ابناء الوطن العربي الشباب، اقدمهم في حفل الختام. وكمان الحفل يبقى مسك الختام بالصوت المصري الجميل، بنت دار الاوبرا وبنت مهرجان الموسيقى العربيه اللي ظهرت فيه وهي طفله، حاليا هي حفل الختام. والحقيقه قد ايه يعني انا فخور بدوت، وفخور بان الحفله السول دوت بقى لها فتره كبيره. فيعني انا 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 سعيد ان احنا وصلنا للنتيجه دي، وان شاء الله ان شاء الله اللي جاي هيبقى افضل باذن الله. مش هطول على حضرتك، وطمعانين ان الدوره ال 33 ان شاء الله تبقى كلها نجاحات ان شاء الله، ايا كان مين القائم عليها، لكن ان شاء الله بنوعدكم باذن الله ان اللي جاي يكون افضل، لان احنا كلنا بنستفيد من بعض، وكلنا بنحاول نكمل المسيره، وان شاء الله المسيره هتكمل. ونجوم المهرجان السنه دي شباب يعني بيبشروا، فان شاء الله اللي جاي احسن. شكرا استاذ خالد. يعني ده كان لقائنا مع الاستاذ خالد داغر مدير الدوره ال 32 لمهرجان الموسيقى العربيه. شفنا تفاصيل حفل الختام، شفنا الجمهور والاعلام والجميع بيطمع في ايه في الدوره ال 33. لسه رسائلنا مستمره في اليوم الاخير للدوره ال 32 لمهرجان الموسيقى العربيه.